بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد: باب المستشار مؤتمن، بمعنى أن من استشاره أخوه المسلم في أمر من الأمور فهي أمانة جعلت في عنقه، فلا بد أن يؤديها طالما قبل أن يشير، ولا بد أن ينصح بكل ما يعلم، وأن لا يكتم النصيحة، وأن لا يكتم ما يعلمه من خير أو شر فيما يستشار فيه، حتى يكون قد أدى هذه الأمانة. فإذا من استشار أخاه فقد وضع أمانة في عنقه، لن يخرج منها إلا بأداء المشورة على الوجه الأكمل. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. قال: يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به خيرا. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. كلها يعني كلمات جامعة عظيمة. أبو الهيثم ابن التيهان من الأنصار، من أفاضل الأنصار، ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه في بيته، وكان يأكل عنده، وذبح لهم يوما شاة وأطعمهم من البسر والتمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده أن ذلك، قال: لا تسألن يومئذ عن النعيم. ومع ذلك لم يكن له خادم لكثرة النفقات في وجوه الخير، لم يصل إلى أن يكون له خادم، مع أن الخادم في من له نخل وسقيا واحتياج إلى أن يعني يتابع الماشية أو يتابع سقيا الماء لأهل البيت أو نحو ذلك من الحاجات الأساسية. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا، هذا في إثبات ملك اليمين بالسبي، وأن هذا لأن الكفار لا تقتل ذراريهم ولا نساؤهم، وهؤلاء يعني يجوز استرقاق الصغار وكذا استرقاق الكبار منهم، والإسلام قد أزال مساوئ الرق التي يتصورها كثير من الناس، ولم يعد هناك إلا التفاوت الاجتماعي الذي يحدث بين الغني والفقير وصاحب الجاه ومن ليس له جاه ونحو ذلك. قال: فإذا أتنا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، يعني شخصين، يؤكد أنه كان عددا قليلا، ولذلك الاختيار أصبح دقيقا. قال: فأتاه أبو الهيثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. قال: يا رسول الله اختر لي.
هذا من أدب أبي الهيثم ويعني حسن فهمه، حيث طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن. صار مستشارا، استشاره أبو الهيثم وطلب منه أن يختار له أفضلهما: خذ هذا فإني رأيته يصلي. هذا دليل على أن المحافظة على الصلاة من أعظم أسباب الخيرية، وأن من كان يعني يصلي فلا بد أن يظن به الخير وأن يعامل بالخير، وليس الذي يصلي كالذي يضيع الصلاة. قال: واستوصي به خيرا. فيه الوصية بالرقيق والخدم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أوصى به خيرا فلم يحدد صفة الخير، بل أعطاه ليكون خادما، ومع ذلك قالت امرأته رضي الله عنها: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. يعني كيف أبلغ الوصية بالخير، كيف أبلغ غاية ذلك؟ لن تستطيع إلا أن تعتق. أحسن إحسان وأفضل فعل خير تفعله به هو أن تعتق، مع أنه أعطاه إياه لكي يكون خادما، وليس يعني لكي يعني مثلا يعتق، إنما أعطاه ليكون خادما عند يخفف عنه عبء متابعة الأعمال والزروع والسقي الماء وغير ذلك. امرأته ناصحة له، تحب له الخير وتنصح بأفضل أنواعه، مع أنها بالتأكيد هي متضررة من قلة أو من عدم وجود الخادم، لكنها تفكر في كيفية أداء وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل، أن يبلغ الغاية. إنك لن تبلغ ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، تعني نستوصي به خيرا إلا أن تعتقه. إن الاعتاق هو أفضل ما يفعل بإنسان. لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام مكافأة من الولد للوالد إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، إلا أن يجد الولد الوالد مملوكا فيعتقه، فعند هذا يكون قد أدى حقه. فأعظم شيء هو العتق. تأمر بالخير وتنهى عن الشر. حرص الصحابة على فعل أكمل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهو عتيق. اعتقه من ساعته. سبحان الله، دليل على أن السبي إذا أسلم لم يحرم حتى يعتق. السبي أصلا دليل على أنه ملك بسبب الكفر، وقع الملك عليه بسبب أنه استرق بسبب كفره، فتحت أهل الإسلام أسلم، فهذا لا يمنع استرقاقه، بل يظل مسلما إذا كان يصلي ويكون رقيقا أيضا. قال: فهو عتيق. فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لمن نصحهم في الله عز وجل وأراد بهم خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالة، يعني لا تقصر في إفساده، لا تقصر في اضطراب أمره، الخلل. فهم البطانة الأخرى لا تقصر، تبذل كل جهد في خسا يعني في تضييع وإفساد أمر الحاكم. ومن يوق بطانة السوء فقد أوقي. قاعدة عظيمة. ده إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك ضمن معنى المستشار مؤتمن، عنوان المستشار مؤتمن، وإن البطانة الصالحة هي المستشارة المؤتمنة، وأن البطانة السيئة هي بطانة تضيع الأمانة.
أو يكون أن ما فعلته المرأة جعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناس بهذا المثل، كأن المرأة الصالحة التي نصحت زوجها بأن يعتق العبد الخادم يعني كانت مثالا للبطانة الصالحة، فوسع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وأرشدهم إلى ما هو أعم من ذلك وأهم، وهو بطانة الحاكم أو الرئيس أو الخليفة، وأن لا بد لكل أحد من بطانة، بطانة من يستبطنون أحواله الداخلية ويطلعون على ما في باطنه ويطلعهم على ما في باطنه ويلازمونه. حتى الأنبياء يخالطهم ويكون قريبا منهم من يغشهم، هذا دليل على أن كل من تحمل مسؤولية لابد أن ينظر في من حوله، في من يطلعهم على بواطنه، سيجد فيهم ولا شك بطانة صالحة وبطانة سيئة، لأن الله الذي جعل ذلك. إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة، بعث الخليفة بعث كوني قدري، بعث النبي بعث شرعي، إرسال شرعي. قال إن الله بعث نبيا وخليفة إلا وله بطانته. إذن كل حاكم وخليفة سيكون له إيه؟ كالأنبياء له بطانتان، له جماعتان عنده، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، هذه بطانة الصالحة التي تؤدي الأمانة، لأن أن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحاكم والخليفة من أداء الأمانة، وكتمان ذلك من تضييع الأمانة، يعني ترك السوء يستشري ويفسد حول الحاكم هو من تضييع الأمانة، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. نسأل الله أن يقينا بطانة السوء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، هذه معنى الكلام، ودوا أن تصيبكم مشقة، لا تتخذوا بطانة تستبطنونهم تخبرونهم ببواطنكم تطلعونهم على أحوالهم، ودوا ما عنتم ودوا لو أصابكم العنت قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لذلك لابد من الحذر من أن يستشير إنسانا غير أمين. قال باب المشورة. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر. هذه قراءة الراجح أنها قراءة تفسيرية، أو ربما كانت تلاوة نسخت، وقرأها ابن عباس أيضا على وجه الإخبار عن معناها وعن تفسيرها. وهذا التبعيض في بعض الأمر على خلاف عامة الآية، عموم الآية المثبتة في المصحف وشاورهم في الأمر، المقصود به الأمور التي تحتاج إلى مشورة. هذا التبعيد في أي الأمور تقع المشاورة؟ تقع المشاورة في الأمور التي فيها اجتهاد وفيها تقدير، في أمور الدنيا وفي أمور الدين التي أوكلت إلى الأئمة يختارون فيها بالمصلحة. فإن كثيرا من الأمور مردها إلى الأئمة يعني يخير فيها تخير مصلحة وليس تخير هوى وشهوة، فلا بد أن يشاور، مثل ما يفعل بالأسارة مثلا، هل يقتلون يمن عليهم مجانا يفادى بهم ونحو هذا. وكذلك في كثير من الأمور التي
التشاور فيها البدء بالحرب على القبول بالسلم، شروط السلم، فلا بد من يعني أن يتخذ الحاكم اختيارا قرارا باتخاذ واحد من هذه الخيارات. فهذا الباب الذي فيه المشاورة، وشاورهم في بعض الأمر الأمور التي تحتاج إلى اجتهاد من الحاكم. وكذا في أمور الدنيا، فيما يقدم عليه، فيما يفعل، فيما يترك، قرارات الحرب ونحوها، فلا بد أن يشاورهم. أما في الحلال والحرام والعقائد والأخلاق والنصوص الثابتة عموما فليس فيها مشاورة، الأمور المقطوع بها ليس فيها مشاورة. هناك بعض الأمور قد يكون فيها اشتباه عند الحاكم فيتشاور مع أيضا بطنة الخير وأهل العلم، فعند ذلك يكون قد امتثل أمر الله عز وجل. المقصود من ذلك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بأن يشاور أصحابه في الأمر أو في بعض الأمر، يعني ما عدا الحلال والحرام والأمور التي فيها نصوص، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بذلك فغيره أولى بهذا الأمر. وظاهر الآية الوجوب لأنه أمر، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس مشاورة لأصحابه، ونص العلماء على وجوب الشورى على الإمام، أنه لا بد أن يشاور الناس، ولا بد أن يشاور أهل العلم وأهل الخبرة في الأمور المختلفة، أنه إذا ترك الشورى استحق العزل. وليس معنى ذلك أنه يجب عليه أن يأخذ بآرائهم، هذه مسألة أخرى. مسألة المشاورة هو أن يكون صادقا في استخراج الرأي وأخذ النصح من من حوله من المسلمين من أهل العلم والفضل، وليس معنى ذلك أنه يلزمه أخذ آرائهم، يلزمه أن يستشير ثم بعد أن يخبر كل منهم برأيه فله أن يفعل ما يراه إذا كان مجتهدا. مسألة أن الشورى ملزمة أم معلمة مسألة يعني اشتهر الخلاف فيها عند المتأخرين، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الحاكم إذا كان مجتهدا ولم يجمع على مخالفته فلا يلزمه أن يترك اجتهاده لاجتهاده، فأما إذا أجمعوا فقد عصم الله الأمة أن تجتمع على ضلالة، ومخالفة الواحد والاثنين لا تضر. العبرة بأغلب أهل العلم أو الخبرة في هذا الباب. وأما إذا كان الحاكم غير مجتهد، سواء كان في الشرع أو في فن من الفنون التي يحتاج فيها إلى موقف وقرار، فالذي يظهر والله أعلم أن المشاورة حتى تصح أن يعني أن يكون لها أثر أو تكون قد وقعت موقعها، أنه إذا كان الحاكم من غير أهل الاجتهاد في الباب الذي يسأل فيه فإنه يلتزم برأي أكثرهم، أو يعني أكثر الأصوات، لأن هذا هو المرجح لديه، لا يستطيع أن يرجح بعيدا عنه إذا لم يكن من أهل الاجتهاد. نقول مثال، إذا كان الحاكم مثلا رجلا عالما بالشرع لكنه ليس عنده علم بالري مثلا ونظامه وبالزراعة يعني احتياجات المياه مثلا، فعرض عليه مشروع لبناء سد أو لتوليد مثلا كهرباء من الماء أو نحو ذلك، أو لزراعة صنف معين دون صنف آخر، ولا بد أن يتخذ قرار يلزم الناس مثلا في البلاد، وهو ليس من أهل الخبرة في هذا الباب،
فاستشار الناس فاختلفوا عليه ماذا يصنع حتى يتخذ قرارا. يبقى لابد من الايه من الالتزام، لان كلمه قول الله عز وجل وامرهم شورى بينهم، اذا الامر الذي يمر به مبني على الشورى، وهو لا يستطيع ان يرجح بنفسه وليس عنده علم يرجح به، فلا وجه للترجيح الا بالاكثر، كما ترك عمر الامر شورى في 6 من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، والزم الخمسه، الزم الواحده براي الخمسه، والزم الاثنين براي الاربعه. وده اللي عمال اشرح فيه. وجبه. واما انه ياخذ برايهم ده اللي بنتكلم فيه، يا اما مجتهد يا اما ايه غير مجتهد. مجتهد ده ممكن يكون في الشرع او يكون في باب من الابواب، مش مجتهد يبقى يلزم ياخذ بكلام الاكثر اذا اختلفوا عليه. ما مجتهد يبقى يجتهد ويفعل ما هو اجتهاده. لو واحد على سبيل المثال رجل ليس عسكريا وهيتخذ قرار بقى صلح او قرار حرب، او يخش التوقيت ده ولا يخش الحرب في التوقيت ده، او دي الظروف المناسبة لينا ولا دي مش مناسبة لينا، يعملوا ايه؟ يعمل ايه الراجل اللي هو مش 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 مش, مش فن في اهل في الحرب؟ يجمع اهل الحرب العسكريين ويشاورهم ويلتزم بالايه بيقولوا، لكن يقولوا له مثلا لا ما تحاربش، هو دماغه انه يحارب يخش الحرب يبوظ الدنيا وهكذا. لابد من يقولوا احنا قوتنا لا تتناسب مع قوة العدو، وهم اللي عارفين انواع الاسلحة وانواع الاسلحة اللي عند العدو مثلا، يعني في الهندسة مثلا هيقولوا هنبني كوبري هنا ومش هنبني كوبري هنا وهكذا. في الطب بقى هيقولوا هنعمل مثلا مشروع مثلا لمقاومة المرض الفلاني بالطريقة الفلانية، هو ده الدواء كويس، هيقول لهم واحد يقول لهم صبع كفتة هيحل المشكلة، والتاني هيقول لا ده السفل دي هيحل المشكلة. راجل يعمل ايه؟ يلتزم بايه؟ بمشاورة اهل الخبرة في ذلك، يجيب لجنة ويقول لهم اتخذوا قرار وادوني رأي، صبع كفتة ينفع ولا ما ينفعش؟ طلع قالوا له ما ينفعش، يبقى لازم يسمع الكلام. لكن هيقولوا لا ده هو ده الراجل ده مظلوم عشان الناس بتحقد عليه. واهل الخبرة في الباب ده ايه؟ بيقولوا ما فيش حاجه اسمها ايه صبع كفته يحل الموضوع مثلا يعني. فكذلك في الامور الاجتهاديه بقى في الشرع، الشرع بيجعل ان العالم المجتهد لا يلزم ان يتبع عالما مجتهدا مثله اذا لم يجمعوا على خلاف رايه، لان الاجماع قاطع في ان هذا هو الحق. فاذا كان اهل العلم المجتهدين رجحوا قولا معينا وهو عالم مجتهد مثلهم ومعه بعض الناس ولو كانوا الأقلية، فإن الناس يلزمهم اجتهاد الإمام، الناس يلزمهم اجتهاد الإمام، هو هيلزم ما في هذا الباب. طبعا هو الحاكم أصلا العالم لا يلزم الناس في أمورهم الشخصية باجتهاد معين، ليس له ذلك. لكن أنا أتكلم فيما يعني يتم عمله في من امور عامه، يعني الامر العام، يعني ما فيش واحد مثلا امام هيقول للناس احنا عملنا قانون ان صلاه مسافه القصر 83 كيلو، ما فيش كده، ما فيش ده جاهل اللي يعمل كده، يقول للناس ما حدش يقصر الا كده، هو يفتيهم بذلك بس الحاجات بس الامور ما يبقاش فيها ايه، ده ليس إلزام بذلك. لكن ممكن يبقى يقول ان الـ من سيفعل يحط تشريع اداري او يحط مثلا قرار بان الذي يعني يفعل امرا مثلا معينا يطلق ثلاثا سنلزمه بطلاق الثلاث عقوبه على انه طلق ايه ثلاثا بقول واحد، فتبقى دي سياسه من باب العقوبات على الناس، ويجتهد هو في ان هذا يلزم به او لا. والا فالاصل ان هو الحاكم المجتهد انما يفعل باجتهاده هو ما يرى. القاضي اذا حكم هيشاور الناس ما يلزموش ان هو يشاور، اللي شاورهم دول ياخد كلامهم طالما ان هو عالم ايه مجتهد، هيرجح مثلا تقطع يد السارق في ربع دينار ومش هياخد بتاع 10 دراهم مثلا، يعني يعمل ايه بقى؟ جاله واحد سرق ربع دينار هيقطع ايده، وهو الحاكم المجتهد طالما
ولو عمل تصويت ممكن يكونوا التانيين على مذهب مخالف ما يلزموش طالما ما فيش اجماع في المساله. ادي في مسائل الشريعه او في مسائل الايه الدنيويه في قضيه المشاوره حتى يكون الكلام ما هو القدر الملزم في امر الشورى. شيخنا طب واختيار مسؤول المساجد من الموافق؟ كونه يختار الناس ده 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 يشاور الناس في يعني صلاحيه هؤلاء من عدم صلاحيته. اللي عارفهم ما يلزموش انه يتبع غيره فيهم. اللي ما يعرفهمش يلزمه انه ايه؟ انه يسال ويشاور قبل ما يحط حد في ايه؟ في 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 منصب يترتب عليه انواع من الخلل والاضطراب او انواع من الصلاح والتقوى. قال حدثنا ادم ابن ابي اياس، قال حدثنا حماد بن زيد عن السري عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط الا هدوا لافضل ما بحضرتهم. ما استشار، استشار بعضهم بعض يعني ما تشاوروا. ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. الشاهد أن الآية وصفت المؤمنين بأن هذا أمر لازم لهم، أمرهم شورى بينهم، ما يأمرون به هو شورى، دائما يصدرون عن الشورى. فإذا هذه صفة لازمة من صفة المؤمنين، فهي صفة حسنة جميلة. لذلك ما تشاوروا قط إلا هدوا لأرشد ما بحضرتهم، أرشد ما عندهم من الآراء. هذه نصيحة واجبة للمسلمين في أن يتشاوروا فيما بينهم، وأنها وأن الشورى سبب للهداية والتوفيق إلى أفضل ما عندهم من الآراء. قال وطبعا كل الحديث صحيح، اول حديث المستشار مؤتمن حديث صحيح، وحديث ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه الا كانت له بطانتان الا وله بطانتان حديث صحيح، وكذا حديث ابن عباس قراءته شغل في بعض الامر صحيح، وحديث الحسن او اثر الحسن والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرته. باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتي فتي بغير ثبت فإثمه على من أفتاه. من تقول علي ما لم أقول فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اللفظ، وفي لفظ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. روي هذا المعنى وهذا اللفظ قريبا منه نحوا، روي عن نحو من 90 أكثر من 90 صحابيا فضلا عن أضعافهم من التابعين فمن بعدهم. فده حديث متواتر فعلا في حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كبير من الكبائر. من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه غير رشد، يعني يعلم أنه غير رشد، يعلم أنه على غير الوجه الذي هو مصلحة أخيه المسلم. ومن أفتي بفتيا بغير ثبت، بغير حجة، بغير بينة، فإثمه على من أفته. يعني هذا الإثم إذا كان قد سأل أهل العلم، أما إذا سأل أهل الجهل والبدع فإثمه
ضمن إثم يعني هناك إثم عليه وإثم على من أفتاه من أهل الجهل وأهل البدع، لأن المأمور به هو سؤال أهل الذكر وليس سؤال أهل البدع والضلال. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن سأل غير أهل الذكر فهو مقصر. من سأل الجهال وسأل أهل البدع فأفتوه بالباطل فهم شركاء في الإثم. وأما إذا سأل أهل العلم أو من يظنه من أهل العلم ومن يحسن به الظن فأفتي فتوى بغير دليل فإثمه على من أفتى. ومن علم أنه أفتى بغير دليل لم يجز له أن يتبع ولا تلك الفتوى. وأما إذا لم يعلم فالإثم على من فرط، ممن ينسب إلى العلم وليس من أهله، ممن كان من أهل العلم لكنه لم يبذل جهده ولم يستفرغ وسعه في معرفة الحق بدليله، فهنا يأثم ذلك العالم فيما أفتى به. أما إذا كان العالم مجتهدا والمستفتي مجتهدا قد بحث عن أهل العلم وأوثقهم فأدل على رجل عالم فسأله والعالم قد اجتهد فإن أخطأ فله أجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وهو دليل على أن هذا المفتي وهذا الحاكم في حالة بذل الجهد واستفراغ الوسع لا يأثم هو بين أجر وأجرين، وأن من اتبعه على ذلك لا يأثم طالما كان من أهل الجهل، فهو بين أجر وأجرين سواء كان مستفتي أو مفتيا. إنما هذا الحديث إثمه على من أفتاه فيما بطل دليله، فيما إذا أفتى بغير علم. والله أعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.